قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور إن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين مصر وتركيا في التعليم الفني والتكنولوجي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار بهدف تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، والتي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر الماضي. من جانبه أوضح أوزفار أن بلاده تثمن هذه الخطوة الهامة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمي والبحثي مع مصر. كامباس لجامعات تركية على أرض مصر، وناقشنا هذا الموضوع، كما تطرق الحديث إلى الرغبة في إنشاء جامعة تكنولوجية مشتركة بيننا وبين الجامعات التركية، خاصة وأن هناك العديد من الشركات التركية قد بدأت العمل على أرض مصر وشاركت في العديد من المشروعات. إذن من الأهمية بمكان هو البدء في التعليم التكنولوجي المصري وتركيا في هذا الإطار. حاليا نقوم أنا ووفدي أنا نقوم بزيارة إلى مصر وإلى وزارة التعليم العالي في مصر، وناقشنا حول مواضيع مهمة، كيف وكيفية تفعيل هذه البروتوكول، وبرأينا هذا الاجتماع كان مثمرا ومفيدا جدا. تعزيز العلاقة بين تركيا ومصر في تعليم المجال، ومن ضمنهم كمان ناقشنا موضوع تأسيس الجامعة التركية المصرية مشتركة في أراضي مصر وتبادل الخبرات بيننا.